اليوم بنقدم لكم منتج جديد من شركة نزلي واللي هو السوفا بيد بالمساج. طبعا لضيق المساحة ما قدرنا نكبر المساحة للحاج الواحد، ولكن أضفنا مميزات في نفس المساحة للحاج. زي ما تشوفوا هنا هذه السوفا بيد بالمساج. طبعا مع كل سوفا بيد بنقدم مخدة، بطانية، كوزمتيك كيت، فيها شامبو، فيها كريم، فيها معجون أسنان وإلى آخره، ومنشفة. طبعا هذا الكرسي يتحول إلى سرير، نقدر نشغل الرولينج مساج عن طريق السلك. طبعا لكل سوفا بيت في USB وType-C. الرولينج مساج هذا للرقبة، للظهر، وأيضا للرجل. أكرمكم الله. أيضا في فايبريشن مساج بيلت إن داخل السوفا بيت، تشتغل من هنا. في عدة درجات، مسند الظهر طبعا حديدي ويصير من 90 درجة إلى فلات بيت. طبعا مسند الظهر في شكشك من الخلف وينزل على تحت. ويجي في منطقة الرجل خلف والله. نقدر نشيله كامل ويتحول إلى سرير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.